الفيتو الروسي اخوي هو عباره عن سلاح جديد عم يحاربونا فيه وعم يحاولوا يعني يحاربونا فيه. طبعا احنا كشعب سوري يعني ايش متوقعين روسيا يعني ايش قدمتنا روسيا لحد الان غير الدمار والتهجير والتشريد؟ لولا روسيا نحن والنظام الروسي والحرب الروسيه علينا والايراني معها كنا ما قعدنا في الخيام وما تشردنا يعني. بخيمة نايلو يعني لا مروحة ولا أي شيء. وبالنسبة للإغاثات عم بيقولوا هذا فيتو ما بعرف شو اسمه عم يقطعوها من نواحي المحرر. طيب لأي سبب هاي يقطعوها؟ يا هذا منين بتجيب هذا بكره كيلو رز أو كيلو سكر أو أي شيء بيحتاج يطبخه؟ والله بتوقع إنه كتير ناس رح تنضر كتير، لأن كتير ناس عايشة على هالمعونات اللي عم تجي، هالإغاثة اللي عم تجي، يعني يصير ضرر كبير كبير، حتى الأطفال المرضى يعني مضرة كبيرة لهالناس.